كن قابل العذر، غافر زلة الناس، ولا تطع يا لبيب شر وسواس. الله يكره جبارا ينازعه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. أرأيت يوما أنت مدركه، يوما شديد البطش والباس، يوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاس، يوم يجمعنا والأرض هائجة والشمس تثنو من الراس، يوم يجمع الله أملاكا منادية، هيا تعالوا رب مطعم كاس، هيا تعالوا لعفو ومغفرة، هيا تعالوا لبشرا وإناس. أين الذين على الله أجرهم فلا يقوم سوى العافين عن الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم، خاتمه مسك، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيا ايها القارئ به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا ولداك عليهما، ملابس انوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجد عند جزائه، اولئك اهل الله والصفوة الملا. بسم الله بدأنا، وبسم الله نختتم مع خير الحديث وطيب الكلم القرآن الكريم، وقارئنا قارئ جمهورية مصر العربية، والقارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، والمقيم بالخور فضيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشيخي، فليتفضل مشكورا. يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون
ويطعمون الطعام بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها ويخافون يوما كان شره مستطيرا
إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يوما عبوسا
وجزاه بما صبروا جنة وحريرا. شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليها بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
زوجتك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا 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 إن لا يطغى الرأى استغنى إن إلى ربك رجع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
لله الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم مالك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم زهور لما تجلت آيات الهدى وأدى الزهور السعد خد مغردا تردد أنغاما ولحنا مخلدا وغنى بها رضوانك في خير جنتك وجبريل من فوق السماء مرددا وغنى على حسن تلاوته البلد تعجب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارئ عن اعظم تمجيد لنبي محمدا تلاوة قرآنية مباركة لها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ ماجد اسامة الشيتي قارئ القرآن الكريم والمقيم بالخور تطلب الاذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية الكاشفة والفراشة بمخازن اولاد الحق والعلى فرج سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد واسع رحمته وان يلهم اهله وزويه الصبر والسلوان والشكر موصول الخدمة الفندقية المتميزة الممتازة الحق عبد الحميد المنحول واولاده وحدة نور الاسلام البشمهندس
باشمهندس محمود طعيمه. والى هنا تنتقل اذاعه اولاد الحاجه بالعلا خرج من هذا المكان الى مكان اخر. استودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.